زي ما كنت بقول لحضراتكم، ملفات عدة موجودة على طاولة المفاوضات في مؤتمر بيترسبورغ للمناخ اللي بيحضره السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. هينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور محمد الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان. مساء الخير عليك يا دكتور، وبنتكلم على مرور 70 عام على العلاقات المصرية الألمانية. هذه العلاقات اللي بتتسم يمكن باتفاق على مستوى الرؤى، تبادل تجاري بشكل كبير، بنتكلم حتى عن أن السياحة الألمانية بتتصدر للسنة الرابعة المرتبة الأولى في مصر، يعني اتفاق على أصعدة عدة. وأيضا الحديث الهام جدا هو حديث عن التغيرات المناخية مع استضافة مصر للقمة المناخية القادمة في نوفمبر بشرم الشيخ. مساء الخير على حضرتك يعني سادة المشاهدين. في حالة الأمر زي ما حضرتك أشرتي، لا يمكن أهمية العلاقات المصرية الألمانية على مدار عقود طويلة. مصر يعني مرتبطة بعلاقات قوية مع يعني معظم الدول القارة الأوروبية وخصوصا ألمانيا. ألمانيا من الدول الحقيقة اللي لديها تجارب رائدة في عدة مجالات، أهمها طبعا النهضة الاقتصادية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، وحجم يعني التبادل التجاري والاقتصادي ما بين مصر والمانيا، تعامل اقتصادي مستمر على مدار يعني كافه العقود اللي كانت موجوده السابقه، بالاضافه طبعا كما اشرت فيما يتعلق بحجم السياحه ما بين الدولتين، حجم الاستثمارات الموجوده، اهميه وجود مجال التكنولوجي بشكل ضخم جدا. الحقيقه يعني حجم اهميه الزياره في التوقيت مهم جدا، مش بس عشان يعني كما تشير كثير جدا من وكالات الانباء فيما يتعلق بحضور قمه يعني بوترسبرغ للمناخ يعني والمؤتمر الدولي خاص بالمناخ اللي هيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لكن الحقيقه الخارجيه المصريه او السياسه الخارجيه المصريه في الفتره الاخيره بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمل جاهدا على عده محاور الحقيقه، زي ما شفنا يمكن على مدار يومين سابقين في قمه جده، ويمكن خلال اليومين الحاليين في المانيا. الحقيقه مصر في دعم شديد جدا فيما يتعلق بحجم التحديات اللي بتواجهها مصر وعدد كبير من كل دول العالم، حقيقة وعدد كبير من الدول العربية. صحيح. كيف في الفترة السابقة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية وتحديات الطاقة، تحديات الغذاء، تحديات الطاقة خصوصا فيما يتعلق بموضوع الطاقة، وده يمكن أشير حضرتك يمكن يعني الفكرة اللي أنا عايز أربطها مش فقط بقمة المناخ ولكن بالطاقة. صحيح. يعني يمكن ألمانيا واحدة من الدول المهتمة في الفترة السابقة في ظل الضغوط اللي بتمارسها أوروبا. طبعا ومسألة الغاز المسال، خصوصا كمان فيما يتعلق بالهيدروجين الاخضر. صحيح. اللي هي واحده من المشروعات في مجال الطاقه، الهيدروجين الازرق، يمكن في متخصصين مجال الطاقه بيعرفوا يعني النقطه الخاصه بالتعامل مع هذا الامر. في اتفاقيه موقعه بين انجولا والمانيا في الفتره يعني السابقه في الاسبوعين الماضيين، وحجم استثمارات موجوده من المانيا في عدد من الدول الافريقيه فيما يتعلق بالطاقه. مصر واحد نعم جيدا ان مصر هي بوابه افريقيا لاوروبا، وحجم التعامل ما بين مصر والمانيا بيسمح بهذا الامر. فالحقيقه واحده من اهم الحقيقه الايجابيات المتعلقه هي فكره اختيار التوقيت اللي من خلاله مصر تقدر تتعامل بدأب شديد، لان اوروبا والولايات الامريكيه لديهم الحقيقه حوافز كبيره جدا لعدد من الشركاء في العالم ليه فيما يتعلق بحل ازمه الطاقه والتعامل مع الجانب الروسي اللي بيحاول يضغط في ظل الازمه الاوكرانيه لايجاد بدائل للغاز الروسي. ف واعتقادي دكتور حضرتك شايف انه مصر ممكن تكون بديل في مساله الغاز ومع كمان غاز شرق المتوسط؟ بالتاكيد، لان يمكن الاطروحات اللي وضعتها قمه جده من يومين احنا بنتكلم على فكره وين وين سيتويشن، هي فكره المكاسب المشتركه. يمكن يعني ده واحده من الاجابات اللي بدات توضع في الاعتبار فيما يتعلق بالغاء مفهوم التبعيه اللي يمكن كان على عقود طويله جدا المنطقه الشرق الاوسط كانت بتسير فيه ما قبل 2011 حضرتك تعلمي هذا جيدا، لكن مفهوم فكره هي المكاسب المشتركه على اعتبار ان هناك في مكاسب تستطيع حتى دول الشرق الاوسط ان تحققها في ظل احتياج دول العالم زي الولايات الامريكيه واوروبا للجانب الاطراف العربيه منها مصر. فبالتالي التعامل المصري في هذا الامر بيعطي هذا الحجم، بيعطي هذا الزخم للموقف، خصوصا فيما يتعلق ان مصر دوله رائده في مجال الاستثمارات في مجال الطاقه بالتحديد. ويمكن منتدى الشرق المتوسط اطروح يعني واحده من المشروعات اللي طرحت في قمه جده في اطار مجموعه بدائل ومحاور حقيقه. ونعلم جيدا حجم الثناء اللي يمكن المحاور المحدده اللي حطها يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار كلماته امام القمه الاخيره، واللي وضعت يعني واحده من اهم التحديات هي فكره فيما يتعلق بالتنميه وتحقيق الامن عن طريق التنميه في مجال الطاقه بالتحديد والحفاظ على المناخ. ويمكن انا عايز اشير بس مفهوم المناخ ان مصر في كل الكلمات اللي في المنتديات يعني الدوليه
خصوصا في الامم المتحده كانت بتؤكد دوما على مفهوم التنميه المستدامه فيما يتعلق بتحقيق يعني الحفاظ على المناخ بشكل يعني شديد الاهميه، خصوصا ان القمه القادمه زي ما حضرتك اشرتي اللي هتعقد في نوفمبر في شرم الشيخ بتحمل معاني هي اهتمام الجانب المصري بهذا الشان التأكيد. طيب حضرتك شايف انه كمان ده لقاء اول ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين المستشار الالماني الجديد اولاف تشارلز وقضايا الشرق الاوسط، ويعني ايه الاختلاف ما بين المستشاره الالمانيه انجلا ميركل والعلاقات ما بين البلدين في يعني فتره المستشاره الالمانيه انجلا ميركل و حاليا المستشار الالماني اولاف تشارلز؟ يعني مستمره هذه العلاقات على مدار السنين، يعني بنتكلم عن تطور كمان في هذه العلاقات. تشارلز جاب بمجموعه محادثات جديده لقياده المانيا. الحقيقه نعلم جيدا ان انجلا ميركل كان عندها يعني نهضه قويه جدا قدرت تقود المانيا اقتصاديا، على المستوى السياسي ايضا دور مهم جدا مارسته المانيا، ولكن لا زال هذا الدور في اطار الدور الاوروبي. تشارلز بعض التحليلات يمكن في اطار المؤشرات الاولى لدوره عايز يعطي لالمانيا دور مختلف عن ميركل، خصوصا ان ميركل كانت لديها قناعات باستمرار المانيا داخل الاتحاد الاوروبي في هذا الرقم. تشارلز لديه بعض يعني اعتقادي ان هو هيستمر رؤيه مختلفه لبعض القضايا، لكن الاستمرار في سياسه ميركل خصوصا في الازمه الحاليه، ولكن الكثير بيؤكد ان تشارلز لديه رغبه ان تصبح المانيا يعني بوضع اخر، خصوصا ان الساحه الدوليه بتسمح بهذا الامر. نعلم ان الخروج البريطاني ويعني وبريطانيا من الاتحاد الاوروبي من الاتحاد الاوروبي كانت لديها رغبه ان تمارس دور في فراغ امني في النظام الدولي بعد الانكماش الامريكي، اصبح الامر كمان مطروح للقوى اخرى موجوده على رؤساء المانيا. المانيا دوما عندها طموح لممارسه ادوار مختلفه، خصوصا بتمتلك معايير قوه يعني نعلمها جيدا في مجال العلاقات الدوليه يعني. فبالتالي تشارلز لديه هذا الطموح ولديه هذه الخطط، ولكن يعني في وضع الازمات المتتاليه اللي بيمر بها العالم ما بيديلوش المساحه دي في الوقت الحالي، لكن في غضون فتره ما ويمكن دائما معظم الكتابات بتركز ان هو لديه فكره سياسه الاستعداد للانطلاق الالماني لمجال اوسع من مجال الاتحاد الاوروبي. صحيح دكتور، يمكن دلوقتي ملفات عده بتفرض نفسها على اجنده اولويات جميع الدول. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشيمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه حلوان.